don't stop. مساء الخير حبايب قلب ايمي. النهارده بقى ان شاء الله معانا هنعمل طرب مع بعض زينة. اول حاجه معانا المنزيل بتاع الطرب، انا قطعته كده، وطبعا في سميك زي ما انتم شايفين، وفي خفيف، وفي اللي اتقطع مني غير مقصد. ومعانا بصلايه يا جماعه كبيره، والميه اهي. ومعانا طماطمايه كبيره قوي انا عاملاها بشراها، ومعانا كيلو لحمه، ومعانا بهارات مشاوي، معلقه ملح كبيره، معلقه فلفل كبيره، معلقه جوزة الطيب مطحون. اول حاجه معانا بمشيئه الله اللحمة، هناخد شوية بهارات مشاوي، شوية جوزة الطيب، شوية فلفل، شوية ملح. الكلام الجميل ده بقى هقلب، خلاص قلبناهم. نبتدي بقى ندور على منديل كده حلو يكون رقيق، نعمل صبع كفته كده جميل. كده بقى معانا اخر صابع، بصوا دول مدملكين قوي مش عارفه الفهم، انما التانيين رقيقين. انا بشوف اللي بقدر اعرف الف. بصوا انا حاطه الفحم على النار اهو يا جماعه، هحارب النهارده في الفحم. ناخد بقى شوية اللحمة التانيين، نحط البهارات بتاعتنا، البصلة طبعا، بخرت الشارع بريحه الطرب والشوي. كان اليوم النهارده صعب يا جماعه، وده اخر الشوي بتاعي، والسلطه والمرندة والعيش. وبصوا بقى اللحمه اللي اتبقت، خدت بواقي المنديل اللي هي التخينه، فرمتها بايدي كده او بالسكينه لو حابين، وعملت بيها كفته. بصوا دي الكفته بتاعتي يا جماعه، وده بقى طلع مني تخين غصب عني. بصوا جميل ازاي، وبألف هنا وشفا.
وكل سنة وانتم طيبين. كنت مبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة، احلى كفتة واحلى طرب، والف الف هنا وشفا على اللي هياكل، والف هنا وشفا على اللي شاف، ومع الف سلامة.